Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Mu'amlimah akan sambung bacaan Hafazan 21 pada potongan ayat yang ke-11 dan 12. Murid-murid boleh buka buku TQS muka surat 143. Hafazan 21, tema Adab dan Akhlak, tajuk Adab Perbincangan dan Adab di Dalam Majlis. Surah Al-Mujadalah ayat 9 hingga 13, juzuk 28 muka surat 543 hingga 544. Qala ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم okay, potongan ayat yang ke-11 تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم 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 potongan ayat yang ke-12 وإذا قيل انشزوا فانشزوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا صدق الله العظيم.